وزير السبقاق في حد ذاته قال أنه آخر أجل اللي هو اليوم 23 أكتوبر سيكون على الأقل رئيس يتم انتخاب رئيس الرابطة. اليوم ما شفناش ما عرفناش لماذا كل هذه العراقيل، أو ماذا يعرقل بالذات لماذا كل هذه العراقيل في إجراء انتخابات رغم أنها جرت كل الانتخابات. راني نقول لك يا عصام، إحنا نهضروا أكثر من اللي نخدمه، الهضره نهضروا رانا دي بروفيسيونال، ولكن في الخدمه ما كاش خدمه. حتى رئيس الاتحاد كان صرح بعد الانتخابات 15 افريل وقال بانه راح يدير جمعيه عامه في شهر جوان خلاص، جوي مشاو اوت وسبتمبر اكتوبر ورانا داخلين في نوفمبر، ما كان لا جمعيه عامه ولا هم يحزنون. اليوم هذا الكلام انا قلت لك هذا الكلام انا ما نعطيلوش اعتبار خلاص. اليوم انا اللي نعرفه يتكلم، اليوم كي تقول لي انت مع عبد الكريم مدور يهدر شارك في هذا الملتقى وعنده كلمه يقولها، عبد الكريم مدور هدر في السيمبوزيوم اللي دار عام 2017 ايه هدر في اعطينا واش طبقت من هذاك تاع السيمبوزيوم. اليوم تهدرليش هذا الكلام اللي تهدر فيه، شوفك بعد ربع سنوات في ملتقى اخر وتتكلم نفس الكلام.